عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم كل أعزائي الطلبة والطالبات الصف الخامس الابتدائي. النهاردة معانا الوحدة الثانية الأنشطة الاقتصادية في مصر. هنشوف فيها الثلاث دروس إن شاء الله درس درس. تابعونا على قناة أجيال دروس حتى يصل لك كل جديد. الوحدة الثانية بتتكلم عن الدرس الأول الإنتاج الزراعي والسمكي والرعوي، ثم الدرس الثاني الصناعة، ثم الدرس الثالث النقل والمواصلات والتجارة. هنبتدي النهاردة أولى حلقاتنا في الدرس الأول الإنتاج الزراعي والسمكي والرعوي، ده بالنسبة لأول درس. هنشوف فيه يعني إيه كلمة نشاط اقتصادي. كلمة نشاط اقتصادي معناه هو مدى استثمار الإنسان للموارد المتاحة لسد احتياجاته من غذاء وملبس ومسكن وأمن وعدالة وترفيه وكل ما يلزمه من شيء. نشاط اقتصادي ده معناه أن أنا بستثمر الموارد اللي ربنا ادهاني بحيث اللي أنا اقدر اعمل بها حاجه تفيدني. يعني مثلا عندي حاجه في البيت ممكن اعملها لبن اعمله زبادي، ده اسمه نشاط اقتصادي. بابا بيشتغل، ده نشاط اقتصادي. عندي قماش هعمله ملابس، ده نشاط اقتصادي. تمام، ده تعريف النشاط الاقتصادي. هنشوف كل الكلام ده سواء من الملخص او سواء من المذكره، وهنشوف الاسئله في الاخر. ما خصائص النشاط الاقتصادي في مصر؟ يتنوع النشاط الاقتصادي في مصر من حيث في نشاط زراعي، في نشاط صناعي، في نقل مواصلات، في تجاره، في صيد اسماك، في رعي. وكلما يزيد النشاط الاقتصادي معناه ان الدوله بتبقى قويه، وكلما زاد النشاط الاقتصادي مع تفاعل السكان مع الموارد الاقتصاديه معناه قوه للدوله. طب عندك في مصر خصائص النشاط الاقتصادي موجوده متنوعه، يبقى نشاط زراعي ونشاط صناعي ونشاط نقل مواصلات وتجاره وصيد اسماك ورعي. الانشطه الاقتصاديه عندنا بعض النشاط اللي بتحقق فائض وبنصدره فبيجيب ربح، وبعض برضه بيبقى في عندي عجز فبنستورده فبيبقى بياخد هو الفلوس مننا. هنا بيظهر حاجه اسمها التجاره الخارجيه والتجاره العالميه. النمو السكاني السريع في بلدنا في مصر بالاخص اللي هو وصل دلوقتي السكان ل 100 مليون نسمه بتقلل من انجازات نشاط الاقتصادي. ليه؟ لان الاستهلاك اكتر من الانتاج. طب احنا ممكن نعدل الموضوع ده كله، نخلي انتاجنا اكتر من الاستهلاك. اول حاجه الانتاج ايه؟ الزراعي. الانتاج ايه؟ الزراعي. الانتاج الزراعي مساحة الاراضي في مصر كام مليون فدان؟ 8 وايه؟ 8.5 8.5 من 10 او 8.5 مليون فدان، يعني بيوازي تقريبا 4% تقريبا مساحة ايه؟ من مساحة مصر. دي مساحة مش كتير، قليلة برضه. ما أهمية الزراعة في مصر؟ عندي أهمية الزراعة في مصر مهمة جدا. السؤال ده يعمل بها؟ يعمل بها نحو 28% من إجمالي قوة العمل، وتساهم بنحو كام؟ بنحو 20% من جملة الصادرات السلعية. يعني معناها أهمية الزراعة عندنا 28% من قوة العمل بيشتغلوا عندنا، بتساهم بكام في المية من الصادرات؟ 20%. طب ما أهم الصادرات الزراعية؟ إحنا بنصدر المركز الأول البرتقال، المركز الثاني البطاطس، المركز الثالث القطن، المركز الرابع الأرز. المركز الرابع إيه؟ الأرز. طبعا المذاكرة قدامنا ما شاء الله فيها شوية شخبات كتير من كتر المذاكرة، يعني سامحونا ما كنتش لاقي نسخة غير دي. يبقى البرتقال يحتل المركز الأول، البطاطس المركز الثاني، القطن المركز الثالث، والأرز المركز الرابع. طبعا ده تبع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في 2014. نشوف كده مع بعض للإطلاع بقى. هنا الاتحاد الأوروبي يستقبل نحو 42% من جمل الصادرات الزراعية المصرية، ده الاتحاد الأوروبي. يعني إيه كلمة اتحاد أوروبي أصلا؟ كلمة اتحاد أوروبي ده اتحاد ماله بقى؟ اتحاد اقتصادي وسياسي للدول الأوروبية. الأوروبية بتضم كم دولة؟ 28 دولة. اتحاد اقتصادي وسياسي للدول الأوروبية تضم 28 دولة. في حاجة اسمها تنمية زراعية. التنمية الزراعية يا جماعة اللي أنا بتوسع أفقي وتوسع رأسي، اللي أنا بزود الإنتاج عن طريق التوسع أفقي أو رأسي. طب هنا أهداف التنمية الزراعية إيه؟ أول حاجة بزود مساحة الأرض الزراعية. اللي أنا باجي على الأرض الزراعية بوسعها خالص، بستصلح أراضي، ده توسع أفقي. طب زادت محصول فدان، اللي انا بخلي انتاج الفدان بدل ما يطلع 1000 طن يطلع 2000 طن، ده توسع راسي. تحسين معيشه الفلاح، ما هو الفلاح لولا الفلاح ما كانش اي حد فينا ارتاح، لان الفلاح هو اللي بيجيب لنا الاكل بتاعنا. هنا التنميه الزراعيه معناها زياده انتاج الزراعه عن طريق التوسع الافقي والتوسع الراسي. التوسع الافقي معناه ان انا بزود مساحه الاراضي الزراعيه عن طريق الاستصلاح. التوسع الراسي معناه ان انا بزود انتاج الفدان باستخدام الوسائل العلميه الحديثه. نماذج بقى مشروعات عندنا في مصر. مشروع توشكا اللي من قديم ده قديم الازل ده، هي عباره عن قناه بيتم تزويدها بالمياه من بحيره ايه؟ ناصر. الهدف من المشروع ايه؟ اللي انا بروي مساحه واسعه جدا جنوب منخفض الخارجه بالوادي الجديد عشان ازرعها على مراحل كتيره، وبيتم زراعه تلك الاراضي بالنباتات الطبيه ونباتات الزينه وغيرها من المحاصيل.
ده مشروع توشكا. يبقى هدفي من مشروع توشكا اللي انا بزود مساحه الاراضي هناك وبزرعها نباتات طبيه وزينه. اما مشروع تلات سلام اللي بيطلع من دمياط لغايه سينا بيعمل ايه؟ بيوصل الميه لسينا عشان تصلح الاراضي الصحراويه هناك ونزرعها اكتر. اما شرق العوينات بيزرع 255 الف فدان بيعتمد على المياه الجوفيه، قمح وشعير وفاكهه ونباتات بقى طبيعيه وغيرها كتير في النباتات الموجوده هناك. يبقى عندي المشاريع توشكا، تلات السلام، وشرق العوينات، عندنا لسه مشروع الفرافره. مشروع الفرافره ده بيستصلح حوالي 1.5 مليون فدان الصحراء الغربيه. اهو نيجي بقى نشوف المشاريع عندنا على الخريطه. ده توشكا الصحراء الغربيه، منطقه الشرق والعينات في الصحراء الغربيه، ومشروع الفرافره في الصحراء الغربيه. كل معظم المشاريع دي في الصحراء الغربيه لانها رمليه ليست صخريه مثل الصحراء الشرقيه. إيه طبعا احنا خدنا يعني ايه نشاط اقتصادي، يعني اتحاد اوروبي. لو جينا نقارن بين اهميه مشروع توشكا واهميه مشروع الفرافره، ان مشروع الفرافره عندنا بيجيب 1.5 مليون فدان، اما مشروع توشكا اهميته اللي هو بيتم زراعته بالنباتات الطبيه ونباتات الزينه. اللي بعد كده عندنا خلاص خلصنا انتاج زراعي، نخش بقى على حاجه ثانيا اسمها الانتاج السمكي. هل السمك مهم في حياتنا؟ كتير جدا بيحب السمك وهو من المأكولات الجميله جدا. في ناس ما بتحبش السمك مثلا، يعني في اعرف طلبه حبايبي قوي ما بيحبوش السمك. ليه؟ يقول لك لا 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 اصل بقرف منه كلام من ده. المهم انا عاوزكم ما تقرفوش من حاجه، لان السمك ده كله فوسفور وكله حاجات مفيده جدا للجسم. تعد الاسماك مصدر اساسي للغذاء البروتيني في مصر او في العالم كله، ناس كتير جدا بتحب السمك الا من رحم ربه. يعني مصايد الاسماك الاستزراع السمكي، مزارع الاسماك، حقول الرز، هنشوف الكلام ده بيتكلم عن ايه. اول حاجه مصايد الاسماك، في مصايد المياه المالحه اللي هي البحار، بحر المتوسط عندنا وبحر الاحمر، بحيرات زي البحيرات الخمسه، مصايد المياه العذبه زي نهر النيل والترع وبحيره ناصر. هنا كده مثلا يقول لك بحيره ناصر او نهر النيل دي مصايد مياه عذبه، لكن البحر الاحمر بحر المتوسط والبحيرات الشماليه دي مصايد مياه مالحه. عندنا بعد كده هل الانتاج السمكي عندنا كتير؟ قال لك بما تفسر نقص الانتاج السمكي رغم ان احنا عندنا بحار وعندنا انهار. قال لك بسبب ايه؟ بيقول لك بالرغم من تعدد المصايد كلها لكن عندنا سمك مش مكفي. ليه؟ قال لك واحد، السمك لا يكفي حاجه السكان. ليه؟ بسبب تلوث مياه البحر والبحيره، ويا ريت نحافظ على المياه بتاعتنا. تجفيف مساحات كبيره من البحيرات اللي احنا بنقلبها مساكن، توسع عمراني. زي مثلا وانت رايح بحيره المنزله كل ده طريق دشاطها وبورسعيد وكل الكلام ده كله تم تجفيفه واتعمل عليه مصالح حكوميه وسكان. بعد كده استخدام وسائل صيد بدائيه وعدم وجود اساطيل صيد متقدمه فتؤدي الى قله الانتاج السمك. قله رؤوس الاموال، مفيش فلوس، صعوبه الصيد في البحر الاحمر اللي بتيجي كتير في الامتحانات بسبب ايه؟ كثره الشعاب المرجانيه. بسبب كثره الشعاب المرجانيه والشعاب المرجانيه ادت الى صعوبة الصيد في البحر الأحمر، حتى بتيجي سؤال في الامتحان ازاي؟ ما النتائج المترتبة على كثرة الشعاب المرجانية في البحر الأحمر أدى إلى صعوبة الصيد في البحر الأحمر. طب هنا بما تفسر صعوبة الصيد في البحر الأحمر؟ بسبب كثرة الشعاب المرجانية. هننتبه ليه بقى؟ بيقول لك أكبر بحار العالم تلوثًا هو البحر المتوسط. ليه يا سيدي؟ قال لك المدن اللي بتصرف كلها مخلفاتها والسفن العملاقة كلها كله بيرمي في البحر المتوسط. تاني حاجة ان المدن دي كلها مواد او فيها مصانع كتير فبتلوث الايه؟ البحر ده. بحيره المنزله بتتعرض في مصر للتلوث والردم بيبنوا عليه. تنميه الثروه السمكيه، انا عاوز انمي الثروه السمكيه، انا عاوز ازود الثروه السمكيه، مقترحاتك ايه عشان نزود الثروه السمكيه؟ الدوله كتر خيرها بتسعى لتنميه الثروه السمكيه، ازاي؟ بتزود انتاج الاسماك من النيل والبحار والبحيرات والمزارع السمكيه. يبقى اول حاجه بتزود انتاج الاسماك عن طريق نهر النيل او البحيرات او المزارع. اثنين بتقلل واردات مصر من اللحوم والاسماك. ثالث حاجه بترفع مستوى مين؟ مستوى معيشه الصيادين. اربعه المحافظه على المياه من التلوث. يبقى انا عندي عشان انمي الثروه السمكيه اربع حاجات: ازود الانتاج السمكي، اقلل الواردات، ارفع مستوى معيشه الصيادين، احافظ على المياه من التلوث. نيجي بقى بعد كده الانتاج الرعوي. يبقى احنا خدنا انتاج زراعي وانتاج سمكي وانتاج رعوي. المراعي الطبيعيه ربنا خلقها في مصر نادره ومنخفضه القيمه وربى عليها حاجات بسيطه، لكن الحيوانات عموما بتربى في المزارع على البرسيم والذره وتستخدم في اعمال الحقل وانتاج الالبان. بيقتصر وجود المراعي عندنا في ثلاث مناطق عندنا في مصر: شمال سيناء والساحل الشمالي والواحات. طب مصر بتستورد لحمه ليه؟ بما تفسر تستورد مصر اللحوم؟ بسبب نقص الانتاج وزياده الاستهلاك. ايوه الاستهلاك كتير والانتاج قليل. ده بالنسبه ليه مصر بتستورد اللحوم من الخارج. طبعا دي قدامنا اكمل عبارات التاليه من مصايد المياه العذبه، بحيره ناصر،
يصعب الصيد في البحر الأحمر انتشار الشعاب المرجانية. تقوم تربية الحيوانات في المزارع اعتمادا على البرسيم والذرة. بما الفصل كرة الدجة مصر مستورد السمكات اللي واخدينها من شوية. استيراد مصر اللحوم برضو لسه واخدينها دلوقتي. التعريفات طبعا نشاط اقتصادي هو مدى استفادة او استثمار الانسان للموارد لسد احتياجاته. اتحاد اوروبي ده اتحاد بيضم 28 دولة اقتصادي وسياسي. دي بقى الاسئلة اللي موجودة قدام حضراتكم موجودة في الملخص. اي استفسار فيها ابعته له على التعليقات او في مدونة اجيال اندلس كلها بقى موجود ان شاء الله. وهنا بقى نرجع للمذكرة بتاعتنا بسرعة كده. النشاط الاقتصادي احنا اتفقنا ده تعريفه مدى استثمار الانسان للموارد بتاعته، خصائصه التنوع وتحقيق فائض وحلوس عجز في بعض الانشطه. اهم المحاصيل عندنا البرتقال والقطن والبطاطس والارز. اهميته اللي هو بيوفر غذاء ووفر فرص عمل وجزء مهم جدا في الصناعه مصدر دخل. اهدافها ان بزود مساحه الاراضي سواء توسع افقي او توسع راسي عن طريق زياده المحصول وحسن مستوى معيشه الفلاح. ده تعريف التنميه الزراعيه والتوسع الافقي والتوسع الراسي. هنا بعد كده بنيجي للاتحاد الاوروبي اللي هو 28 دوله، وهنا المشاريع اللي اتفقنا عليها خلاص. وبعد كده مصايد المياه المالحه ومصايد المياه العذبه زي ما قلنا عليها، ودي اهداف التنميه السمكيه. ده ممكن تحفظها من هنا او تحفظها من الملخص براحتك، انا ملخصها ومظبطها هنا في سؤال باجابه. يعني هنا مثلا انخفاض انتاج السمك في البحر الاحمر بسبب شعاب مرجانيه وقربه منين؟ من الجبال. بعد كده انتاج الرعوي، واتفقنا هنا الاسباب بتاعت انتاج الرعوي. ندره المراعاه الطبيعيه في مصر بسبب المناخ الجاف وشبه الجاف. الزراعه اكبر نشاط اقتصادي في مصر لان فيها حوالي اكثر من 28% من العماله. الانتاج الحيواني لا يكفي بسبب ندره المراعي الطبيعيه عندنا، بسبب اللي احنا بنعتمد اصلا على البرسيم والذره. طب ايه نتائج ارتفاع تلوث البحيرات ادى الى قله انتاج السمكي؟ ما نتائج ارتفاع في حفر ترعه السلام ادى الى توصيل المياه الى سيناء. ودي الاسئله هسيبها لحضراتكم تبقوا تحلوها وتبعتوا لي الاجابه على التعليقات او في مدونه اجيال الاندلس. انتظرونا ان شاء الله في الدرس الثاني اللي هو الصناعه. كان معكم اسامه رزق مؤسس اجيال اندلس والطالبه مريم. ده كان الدرس اللي هو انتاج الزراعي والسمكي والرعوي. انتظر كل جديد ان شاء الله في قناه اجيال اندلس. اشترك في القناه حتى يصل لك كل جديد. في امان الله. اشترك في القناه وفعل زر الاشعارات، وايضا لا تنسى دعمنا بلايك.